إنما التوبة على الذين يعملون السوء بجهالة. إذا أنت عندما عملت عمل سيء، نظرت لمنظر محرم، أو قمت بعلاقة محرمة، أو ربما أكلت الربا، أو عققت والديك، أو استمعت إلى الأغاني، كل هذه أعمال القرآن يصنفها على أنها أعمال سيئة يقوم بها الإنسان نتيجة جهله. يعني الإنسان الذي يعلم أضرار الخمر ويعلم أنه يسبب 7 أنواع أساسية من السرطان حسب المجلة البريطانية الطبية البريطانية في بحث منشور مؤخرا ونشر ملخص عنه على موقع BBC، يقولون حتى الكمية القليلة من الخمر تسبب مشاكل كثيرة وبخاصة للأم الحامل، والإدمان على الخمر يحدث تشوهات في الشريط الوراثي تؤدي للإصابة بأنواع عديدة من السرطان. طيب هذه المعلومة أنا عندما أعلمها وأدركها أبتعد عن شرب الخمر، بينما إذا جهلت هذه المعلومات وجهلت عواقب الخمر وجهلت الآثار المدمرة لهذا المشروب يمكن أن أقدم عليه بجهل. يعني هذا هو معنى يعملون السوء بجهالة، لا يدرك العقوبة الدنيوية العاجلة مثل الأمراض وغير ذلك، ولا يدرك العقوبة يوم القيامة. هؤلاء الذين يعملون السوء بجهالة، هل أنت منهم؟ كلنا منهم، كل ابن آدم خطأ، كل إنسان أيها الأحبة لديه أخطاء قلت أو كثرت. إنما التوبة على الله، يعني هناك آية: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. على الله يعني الله ألزم نفسه برزق مخلوقاته، لا يمكن لخالق عظيم أن يخلق مخلوقا ثم ينساه، لا يمكن. الذرة التي خلقها الله على مستوى الذرة لا ينساها، كل في كتاب مبين. فكأن الله يريد أن يقول لك إنما التوبة على الله، يعني الله ألزم نفسه أن يقبل توبتك. تخيلتم معي أيها الأحبة، عندما نسمع أن الله تعالى يقول إنما التوبة على الله، أي أن الله ألزم نفسه بالتوبة وبقبول التوبة، لمن؟ للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. يعني عملت عمل فيه شر، فيه معصية، تسارع إلى التوبة، لا تغوص في المعاصي وأنت تسمع كلام الله وتعلم أن هذا الطريق خطأ وأنت تغوص فيه، لا. عملت عمل سيء، مباشرة على الفور تعود وتذكر الله وتستغفر الله وتتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. النبي كان يستغفر ويتوب إلى الله أكثر من 100 مرة كل يوم، كل يوم، وهو رسول الله الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أيها الأحبة، طيب، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك، ماذا؟ هنا القانون الإلهي، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. لماذا هنا عليما حكيما؟ هذه ينبغي أن تنتبه لها أخي الحبيب. عليما حكيما ليقول لك الله إنه يعلم ما بداخلك، هل أنت صادق في توبتك مع الله؟ هل أنت صادق أنك لن تعود إلى هذا الشر مرة أخرى؟ لن تأكل الحرام مرة أخرى؟ لن تغش مرة أخرى؟ لن تؤذي الناس مرة أخرى؟ لن تؤذي أبويك مرة أخرى ولو بكلمة؟ عندما يعلم الله ذلك فإن حكمة الله تقتضي أنه سيتوب عليك، لذلك قال وكان الله عليما حكيما. هذه معلومة أيها الأحبة حسب علم النفس يعني عميقة جدا. أنا عندما أتوب بيني وبين الله
ويذكرني الله عز وجل يقول لي هناك قانون إلهي، فأولئك يتوب الله عليهم. إذا قلت أستغفر الله العظيم وأتوب إليه سيتوب الله عليك سبحانه وتعالى، سيتوب الله عليك لا محالة. ولكن ذكرك أنه عليم بما في قلبك وبما في عقلك، عليم بنيتك، هل أنت تنوي أن تعود لهذا الشر، أن تعود لهذه المعصية، أم أنك بالفعل صادق مع الله؟ فإذا كنت صادقا مع الله فإن الله كان وكان الله عليما حكيما، عليما بما في داخلك، بحكمته لأنه حكيم سيتوب عليك. إذن أيها الأحبة، هذا القانون عندما ندركه ندرك أن مغفرة الله واسعة ورحمته واسعة جدا لا حدود لها. يعني مهما فعلت من ذنوب ولو على مدى 100 سنة، وقبل أن تموت بدقيقة تبت إلى الله وفق هذه القوانين سيقبل الله توبتك. هل هذا إله رحيم أم كما يدعي الملحدون إله قاسي؟ الإله الذي يعطيك ويرزقك ويعطيك كل شيء من الصحة والمال ويمهلك كل حياتك، كل فترة حياتك يمهلك الله عز وجل، وبانتظار أن تتوب، بانتظار أن تخرج كلمة توبة منك حتى قبل أن تموت ولو بجزء من ثانية تبت إلى الله، فإن الله سبحانه وتعالى يقول، هذا قانون ثاني أيها الأحبة، وإني لغفار. انظروا إلى هذا التعبير، عندما نقول إنسان مثلا قتل إنسان، ربما أخطأ وقتله مرة، إنسان قاتل يعني ربما مرة أو مرتين أو ثلاثة قاتل، ولكن قتال كثير القتل، كذاب كثير الكذب، صيغة مبالغة، غفار كثير المغفرة، يعني يغفر باستمرار، يعني أنت تفعل الذنب يغفره الله، ثم تفعل ذنب آخر يغفره الله، وهكذا حتى تموت. وإني لغفار لمن، انظروا إلى الآية جيدا أيها الأحبة واحفظوها، هذه في سورة طه، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إذن وإني لغفار كثير المغفرة لمن تاب، إذن التوبة هي أول شيء قبل العمل الصالح، والتوبة هي ليست عمل أيها الأحبة، هي النية في القلب، أنت تنوي أن تتوب فقط، لا تفعل شيء، تنوي بقلبك تقول أنا سأتوب إلى الله، وآمن وعمل صالحا، تقوم بأي عمل صالح لتثبت أنك بالفعل تبت، ثم اهتدى إلى الطريق المستقيم. إذن الله سبحانه وتعالى يعلمك هنا التقنية، لماذا لم يقل وإني غافر أو إني غفور، هنا في هذه الآية بالذات قال وإني لغفار، ليقول لك أبعد هذا الشيطان، ولو عملت المعاصي كل يوم الله سيغفر لك ما دمت تستغفر وما دمت تنوي أن تبتعد عن المعصية. ولكن أحيانا الإنسان تغلبه شهوته، يغلبه هواه، تغلبه الظروف، فيضطر أن يعصي الله، ولكن بمجرد أن عصيت الله عز وجل تب إلى الله مباشرة، حتى وأنت تعصي الله تذكر هذه الآية، لن تعصي الله سبحانه وتعالى. يعني أنت الآن تريد أن ترتكب فعل فاحش والعياذ بالله، تريد أن تنظر إلى منظر حرمه الله، تريد أن تفعل أي شيء تعلم أنه يغضب الله سبحانه وتعالى وأنه محرم، تذكر هذه الآية وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. عندما تتذكرها تبتعد عن المعصية، ولكن إذا أغواك الشيطان وغرقت في هذه المعصية مباشرة يجب أن تتذكر وتعود وتتوب إلى الله مباشرة، مباشرة بمجرد انتهاء الذنب تقول أستغفر الله وأتوب إليه، أتبرأ إلى الله من هذا الذنب، أسأل الله أن يتوب علي، وتبدأ بقراءة القرآن وبالعمل الصالح، تقوم بعمل صالح لتثبت صدق هذه التوبة.
في هذه الحالة أيها الأحبة ما الذي يحدث؟ الله عز وجل كما ورد في كثير من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام والتي قل ما نسمعها أنه يغفر للعبد ما دام هذا العبد يعلم أن هناك إلها يغفر الذنب ويأخذ به سيغفره الله، ولو عاد في المرة الثانية والمرة الثالثة والمرة العاشرة والمرة المليون يقول الله لملائكته قد غفرت لعبدي فليفعل ما يشاء. ما دامت هذه العقيدة موجودة مترسخة في أعماقك أن الله أن هناك إله يغفر الذنب، هناك إله يأخذ به، هناك إله يعفو عني، هناك إله يرحمني، ما دامت هذه هي عقيدتي وهذه نظرتي ثق تماما أن الله معك وسيغفر ذنوبك، ومن يغفر الذنوب إلا الله.